السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيوات أم سليمان العف. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين مزيانين وفرحانين ضحكانين ومزيانين بزاف بزاف بزاف. وإن شاء الله يا ربي تعجبكم الشهيوات اليوم. نعملوا واحد الطرطة ديال الجبن جبلي فريسكو اللي كيتباع في الملبانات مع الحليب مركز نسلي مع كريم فريش. وحنا بسم الله نمشي بعد المقادير وغادي نوريكم كل شيء. انا بديت كان ما تديوش عليا. عندي هنا جوج بوكيت دماريه مطحونين بهذا الشكل و100 غرام ديال البيستاشيو عاد ردشتو. هذا اختياري اللي كيبغي يعملو يعملو، اللي ما بغاش ما يعملوش ما يعملوش. بغيتو تعملو الكاوكاو والجنجلان حتى هو مطحون. الجنجلان مطحون كيجي مع هاد الكايطات كيحمق. دابا نعمل لكم واحد الريسيطه ديالو كتجي غزاله ونتمنى على ربي تعجبكم ان شاء الله. عندي يطرد الحليب ها هو. عندي 700 غرام ديال الجبن كريموسو، ماشي كريموسو، الجبن اللي كيتباع في الملبانات ها هو بلدي. عندي 500 غرام ديال الحليب هذيك نسلي مركز نسلي. وعندي 500 مليلتر ديال ناطا بون لوسينتو. انا هضره كتخرج اسبانيول على نتوما واقيلا فهمتوني. كريم فريش ودابا ان شاء الله. وعندي هنايا 4 ديال الكويقات ديال الكواخاده ها هما كيتباعوا في اي موطع هنايا في المغرب. هنايا هاد الباكيتي ديالو فين هي كواخاده فيما مشيتي كتجبره. ودابا غادي نرد على واحد السيده مسكينه كتسقسيني دائما على الناطا وانا سبق لي قلتها وسبقني قلتها وانا غنزيد نعاودها لها. دابا شوف نسيت الاسم ديالها وما تديش عليا شكرا اسمح لي. ها هي الناطا ولالا حنا كنجيبوها من المغرب كتباع حنا عندنا هنا عند واحد التشينو حق يبيعها غاليه بزاف. ومره كتكون عنده مره ما كتكونش عنده وما كتكونش حتى مزيانه. حنا عندنا واحد السيد الله يعمر هضر اللي بغينا كيجيب لنا من المغرب ماشي ماجي هو الخدمه ديالو هكذا كيجيب لنا الحاجات اللي بغينا حنا كيجيبو منه. ها هي فيها ها هي اختي ديالي او لالا الا كنتي هي ما عرفتي واش قالت لي في فرنسا ولا في لندن ولا فين فتشي الا كاين عندكم شي تشيوس تما شوف واش عندهم. نتمنى يا ربي الجبره. كاينين الناطات بزاف كيخرجوا غزلان كريم فريش كاينه بزاف د الشكالات. انا كنشري غير اللي في الديه كنعملها خليها تبرد مزيان قبل ما تجي تعمل بها شي حاجه. دخلها في الفريغو واحد 10 دقائق حيت الناطه ماشي مزيانه تستعمل في الفريغو بزاف. 10 دقائق على بعد ما تبدا تضربها وخرجها وكتطلع غزاله. هادو غير ديال الماركه ديال ديك الصغيورين ثلاثه متبعين اللي في اسبانيا اللي كيعرفهم وكيجيو مزيونين الصراحه واقتصاديين حتى هما. وهاد اولالا زعما الصراحه مزيانه. مع حنا عندنا السيد اللي كيمشي ويجي كيجيب لنا كنطلبوا كلشي على بكري. ونتمنى ان شاء الله يوصل لك هاد تشوف هاد الفيديو يوصل لك هاد المعلومات هادو. كواخاد انا وريتها لكم نسلي ما حتىش نقول لكم شنو هو. هو مركز ها هو حنا عندنا هذا هنايا كنشريه اي متعود كيتباع حيت قالوا لي خصك تقولنا ملي كتجيب الحاجات. ايوا انا عاود الجبن عاود في اي مطعم في الليدر في الكامبو في الراماس في كلشي اسكي كيتباع في اي مطعم. وانا كنقول لكم من شريت كلشي هادو والحاجه الحلاوي وديكشي كنمشي للميركا مدريد بالجمله ميركا مدريد وكنشريو منه تما يدخل وبقى تهز من في الكروسه داكشي كيحمق. ايوا نتمنى يا ربي تكون وصلت لكم هذه المعلومه وتعجبكم وتستافدوا منها ان شاء الله. ودابا بسم الله نمشي من طريقة التحضير ونتمنى تعجبكم. وكنسلم بزاف 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 على واحد السيده في فرنسا ام فرح الله يخلي ايامك دائما فرحه ان شاء الله انتينا وجميع الامه مولاي محمد ان شاء الله. وكنسلم عليك اختي بزاف بزاف دائما كتسلم عليا وكنسلم عليك حتى انا بزاف بزاف بزاف. واحد الاخت من ميريكا نحتيمات ما بزاف ماشي غير وحده وكنتمنى لكم التوفيق والسعاده في حياتكم كيف كتساعدوني الله يسعدكم. وشكرا بزاف 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 واحد البيسو موي غراندي كلشي اللي كيسلم عليا وانا كنسلم عليكم كامل ما قدرش نقول الاسمات كاملين عايجي الفيديو طويل. واتمنى لكم التوفيق كاملين. ودابا بسم الله نمشيو طريقه التحضير. ودابا ان شاء الله غنبداو بهادو.
هذه ما غنعمل لها شي، انا الزبده غادي نعمل لها هذا الحليب مركز فيما غادي نكب شويه بشويه. تقدر تدي لك 100 غرام كثر شويه، غادي نعجنو كامل بهذا الحليب اولا بهذا الحليب هذا نيت طايب كراميل. واحد السيده يا اخرى عاود فكرتها قالت لك راه ما كتجبرشي هذا الحليب طايب. طيب والحبيبه ديالي بالدويره ديالك كيف ما بغيتي انتي، نشري لاطا بحال هيدا. الا كانت كبيره كيلو كيلو شي حاجه عمل لها ساعه وربع حتى ساعه وقسمين هيداك في الطنجره ديال الضغط وكيجي وخليه ومن بعد تتبرد حله وهو هذاك الكراميل كيجي كيحمق. واذا شريتي العلبه ديال الصغيره ديال 500 ولا 600 غرام عيسى على الله رب كترجع غزاله، وهي عندك في الدويره ديالك تعمل بها اللي بغيتي، تلصق بها صابلي الدهنه فوق الخبز تعملها في كاييطاس، حيت هذاك عاود عنده بلعه ديال الريسيطاس. وانا قلت لك عاود فين ما كنت يا اختي ديالي كننسى فين نتوما فين ما كنتو. الله يعاونكم والله يعاوننا حتى حنايا والله يجمعنا في شي ساعه سعيده ان شاء الله يا ربي المسلمين كاملين. وهذا غنمشي معاه هيدا باش ما نطولش بزاف، غادي نعجنو وغادي نعملو في هاد الطاوه هادي وغندخلو يبرد شتيتو في النبيره حتى يشبر لي راسو هيدا واحد على بيد ماني يغلي لي الحليب. انا عاد غنوريكم اش غنعمل ان شاء الله وتشوفوا معايا كلشي. وكتجي هاد الطرطه والله العظيم صدقوني كتجي غزاله 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 بنينه ولذيذه مع نسلين مع الناطم لو سينتو. كان للاسف كننسى كنقول لكم الناطه ها هي بركه عليها. انا كيعجبني نخدم بيدي والحاجه باليد ما كاينش بحالها الصراحه بالله يا هادي الحاجه باليد كتجي متقونه. ربي عطانا هاد الصبيعات الحمد لله يا ربي نحمدو ربي ونشكروه على النعمه ديالو الصحيحه نعملو بهم الحاجات. هي هادي ها هو القاع ديالي. دابا غنضرب عليه مزيان وغنديه النبيره يبرد لي وديك الساعه نرجع عندكم نوري لكم شنو غنعملو المره الثانيه ان شاء الله. ودابا ان شاء الله يا ربي ها هو ديك اللي يطرد الحليب خويته هنايا غنديه فوق البوطه بالحق الاول غادي نخوي فيه هاد الكوخاده كاملين 4 ديال البويكتات ها هما غنخويهم فيه عيب بدا يغلي ان شاء الله نكبلو عاود انا غنوريكم كبلو الناطه. انا باقي كنقول لكم الناطه كريم فريش العفو سمحوا لي. هادي ما كتدي لا سكر لا والو على حقاش هذا ها هو 500 غرام ديال الحليب كوندين بغيت نقولها لكم اسباني ولا عاود الحليب مركز نسلي صافي غندي فوق البوطه يبدا يغلي غنكبلو هاد النص يطرد من لاطا ونص يطرد هاد الحليب المركز يبدا يغلي نزوله باش نخليها تبرد ديك الساعه نوريكم المرحله الثالثه اللي غادي نعمل ان شاء الله. واخا تشوفوا هيدا الصراحه دغيا كتعدل والله الا دغيا كتعدل نتمنى ان شاء الله تجربوها. ها هي الحباب كبيت لها داك الحليب شتا بدات غادي تغلي لي وكبيت لها الحليب مركز نسلي ها هو كبيتو عليها. دابا غير تعمل شي غاليه غادي نزولها الكريم فريش غادي نكبو على الجبن هذا اللي عندي هنايا وغنطحنو غادي نضربو بالباتيدورا انا غنوري لكم كيفاش. وهذا نخليه يبرد شتيتو باش نخلطهم وصافي ماشي بزاف زعما حق كتجي غزاله تستاهل تستاهل صدقوني تستاهل كتجي بنينه بنينه بنينه. ها هما كتشوفوني دابا ان شاء الله باش ما نطولش معكم يطول عمركم ان شاء الله يا ربي غنخليها هاي غتغلي لي دابا حيت كبيت ديك الحليب هبطت شتيتو دابا غير تغلي واحد الغبطه غادي نزولها خليها تبرد شتيتو وديك الساعه نشبر. انا غادي نوري لكم غنطحن الكريم فريش مع الجبن اللي عندي كل حاجه في مطعم وديك الساعه غادي نخلطو مع بعضيتهم ونكبهم ان شاء الله يا ربي. حبايب انا كنطحن الجبينه ديالي هيا نقفلها شويه بشويه هاد الكريم فريش
الا بغيتو حيت حنا كيما بغيتو. انا بغيت هذه زعما ساهله حدايا، كنت ما حتاش نخرج الغرف حتى في الغرف كتسطحان دغيا دغيا كتسطحان. هاي كتشوفوها امامكم، انا ساليت هذا كامل، كبيت نص سيترو ديالي هنايا كامل. دابا عاود غادي نبقى نضرب فيها، واخا تبقى مكوره ولا شي حاجه ما كاين حتى مشكل، هذا كتجبين ماشي شي حاجه اللي ما تقدرش تبلعو كيعطي المنظر عاد شنو هي زعما. الصراحه خصنا نحضرها صافي عليها. ها هي مطحونه هيدا بهذا الشكل هذا. دابا غنشوف الخليط اللي خلطت الاول برد شي شديتو، غنبقى ندخل فيه شويه بشويه، انا غنوريها لكم دابا ان شاء الله. ها هو الخليط ديالي اللي وريتكم، باقي ما برد لي مره، ولكن انا غادي نكب هنايا هذا الشيء شويه بشويه هيدا، ونبقى نخلط حتى يتدخل كل شيء، ونكبها في الطاوه. وهذه هي الطرطه ديالنا، غنتسناوها تبرد. هاد الطرطات هادو الصراحه الانسان يخليهم ليله كامله ولا سته سوايع، شحال ما خليتوها كثر كتجي بنينه كثر. والتزيين انا ما وريتكم شي، ولكن نتوما كل واحد يخترع الزينه اللي بغا، ماشي شي حاجه د العالم اخر. دائما كنقولها لكم اختاروا اللي بغيتو نتوما تزينوه بها تزينوه، انا ملي نكون غنزينها نوريها لكم ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. وها هي مساليه عندي، ودابا غنمشي نكبها في الطاوه ديالها ونخليوها تبرد، ونتسناوها حتى تبرد ان شاء الله وتشوفوها ان شاء الله يا ربي. ها هي الطاوه ديالي، شوف كيف قصاحت، هادي شوفوا كيف قصاحت، كتجي غزاله ان شاء الله. جربوها جربوها راه كتجي غزاله. غنعملو واحد المغرفه ديك اللعيبه زعما اللي تعلمنا هنايا، هيدا من عند بروفيسيوناليس، حنايا غير متعلمين، وان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن الظن. ها هي هاد الطرطات هادو، انا فايت لي عملتها، كنت باقا ما بقيت كنطلع معكم، عملت واحد النوع بحال هذا، ولكن كنت باقا ما بقيت كنعمل في اليوتيوب. عملناهم في الفرح، الناس حمقوهم في عود فلان، عملنا هادي عملنا هادي وزيناها واحد التزيينه مزيونه، والحق ما بقاو لي شي تصاور. ودابا نعاودوها ان شاء الله يا ربي ونوريها لكم. كتجي غزاله، الناس كلشي مشى فرحان وعجباتهم، والله الا طلبوا لنا الريسيطات ديالها وهي ساهله. والتزيين اللي زيناها بالفروطه وداكشي جات كتحمق. ها هي فين هي، وملي ان شاء الله توجد وتبرد ديك الساعه نزينها، نوري لكم كيفاش غنزينها، نعملها زينه خفيفه باش ما نتقالش عليكم. حبايب كيف ما عهدتكم، الطرطه ديالي ها هي وجدات امامكم، انتم كتشوفوها ها هي تبارك الله بارده على خطر خطره. كيف ما عهدتكم غادي نزينها خفيفه، غنزينها خفيفه ان شاء الله، نتمنى تعجبكم وتجيكم سهله ان شاء الله. هذا عندي بسكوي هنايا مطحون، هانتوما كتشوفوه. هذا عندي هنايا السكر، السكر حمار، سكر بني، عملت ثلاثه د المغارف ديال السكر وجوج المغارف د الماء، وعملتهم يبداو كيغليو شويه زولتهم. ها هما زعما غير اللي ما بغاش يعمله التخطيط تعملوه على حسب اللي يعجبكم وعلى ذوقكم. غير هكذا هيدا صافي، غنزينها هيدا شويه خفيفه وصافي، ونتمنى تعجبكم يا ربي. غنشبر هاد بسكوي مطحون حتى هو، غنعمل له هكذا. ها ماشي زعما بزاف، ولكن اقتصادي حتى هو، ماشي ضروري اللوز والبيستاتشو. فويخ ما حضرت شي حاجه نعملوها، ماشي ضروري يكون واحد الحاجه تكون ضروريه، اللي حضرت نعملوها. ها هي امامكم، نزيد نكمل هذا
السكر بدا كيبرد، بدا كيقصح لي هكذا. هادي غير هندستها بوحدي، قلت علاش ما نعملو لا شي هكذا، زعما ضروري غادي نعملو حنايا البيستاتشو والقرقاع وهذا وهذا، فيما كانت شي حاجه نعملوها ان شاء الله. ها هي الطرطه ديالي، غادي ندخلها دابا عاود تبرد شي شويه مع هاد الكراميل وهذا الشيء، حتى نحضر البلاطو للتقديم ونوريها لكم ان شاء الله. يا ربي نتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ايه ها الشكل النهائي ديالي د الطرطه د الجبن ود الحليب نسلين ود كريم فريش، يا مخلط كل شيء. نتمنى تعجبكم يا ربي وتكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. ها هي امامكم كتجي غزاله حتى هي ولذيذه وبنينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتعرفوها ان شاء الله وتجيكم غزاله ان شاء الله. ها هي امامكم، وما تنساوش تشجعوني وتساندوني، وشكرا بزاف بزاف بزاف. وواحد الغلط عندي، ماشي غلط نسيت، انا عندي هنايا جوج القياسات صغار، ديك كوخاده ما خصهمش يكونوا أربعة، خصهم يكونوا ثمانية. أربعة كيمشيو في يطرد الحليب، يطرد الحليب على قبل يطرو، نص يطرد الناطا والجبن وديك الشيء مع نص يطرد الحليب، كتجي هي هذيك يطرو. أربعة كتدي أربعة في أربعة، إلا عملتو القياس اللي عملت أنا عملو ثمانية، باش عندك تفايرو تقولو ما صدقتكمش. أنا قلت لكم ونتمنى إن شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم إن شاء الله. ودابا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوه حتى هو، كتجي غزاله وبنينه ولذيذه، وجربوها ان شاء الله وحكموه. بسم الله، انا غنقطع واحد الطريف باش تشوفوه. هي زعما الصراحه بردت، ولكن هذه قد ما بقات كتبرد مزيان. هذوك بسكوي اللي عندي تحت هو اللي كيعمل طق طق طق، حيت بسكوي بحال اللي كتعرفوا راه كيدمج في القاع بالبروده باش كيشبر مزيان، باش ما تبقاليش تما مقطعه مزيان. ها هي الطرطه ديالي، نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وجربوها كتجي كتحمق. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكونوا فرحانين وراضيين ان شاء الله يا سيدي ربي. وما تنساونيش يجيب تشاركوا معايا، ساندوني وتشجعوني، انا عندي في انستغرام وفي الفيسبوك امي دردر، تبعوني تما وقولوا لجيرانكم وحبابكم وصحابكم ومبيسون الحبايب كاملين، وشكرا بزاف 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 بزاف.